هنا واضح جدا طبعا، مفيش اي ظل خالص، الظل مفيش اي ظل من اي ناحية خالص، اهو واضح جدا من اربع نواحي. الشمس عمودية تماما تماما تماما، حتى لو بصينا فوق هنا اهو الجنب ده مفيش خالص، ده في جزء بسيط عشان الجزء البارز اللي فوق لانه بارز اهو، ادي الجنب التاني جزء بسيط برضو عشان الجزء اللي بارز اللي فوق، نفس الحكاية الجزء التاني ده عشان الجزء البارز اللي فوق. يبقى احنا كده الشمس عمودية تماما تماما تماما، وسامعين طبعا الأذان بتاع الظهر شغال دلوقتي لأن إقامة الصلاة قبل أذان الظهر زي ما انتوا عارفين. كده أعتقد إنها واضحة خالص يعني. مرة تانية بأكد لكم إن أنا بصور بالسنس، أنا مش شايف الشاشة بتاعت الموبايل لأن الشمس قوية جدا وعمودية، الشاشة بالنسبة لي شاشة ضلمة، لو حصل أي غلط في الفيديو اعذروني.